بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم عن الالكتروجاستروجراف تشيزل براكتيكال ليسون فور جي اي تي بلوك. الالكتروجاستروجراف از ا نون انفيسيف تكنيك فور ريكوردينج اوف ذا جاستريك مايو الكتريكال اكتيفيتي. طريقه بسجل بيها الالكتريكال اكتيفيتي جنريتد في الاستومك. و عندي two terms لازم نبقى عارفينهم اللي هو الالكتروجاستروجراف which is a technique of recording, لكن الالكتروجاستروجرام is a record generated. ايه اهمية ال EGG او الالكتروجاستروجرام؟ هو عبارة عن طريقة بتوفر indirect representation of gastric muscle electrical activity, ودي بستفيد بيها في الالكتروفيسيولوجيكال ستاديز. بستفيد بيها كمان علشان اعمل اسسمنت ل انترفينشن معين او ثيرابي معينه في العيانين او في العيان, وخصوصا العيانين اللي عندهم سيرتن ابنورماليتيز في الجاستريك موتيليتي, او لو الدكتور شاكك في ابنورماليتيز في السلو ويفز في حالات الجاستريك موتيليتي ديس اوردرز. الجاستريك موتيليتي عباره عن كوردينيتد كونتراكشنز اوف سموس ماسل, والكوردينيتد كونتراكشنز دي بتبقى درايفد من او اوريجينيتنج من تو الكتريكال اكتيفيتي باترنز. البدايه عندي اللي هو السلو ويف او السلو ويف بوتنشال, وده اوريجينيتنج من الانترستيشال سيلز اوف كاجال اللي هي بتبقى located في at the greater curvature of the body of the stomach. ال slow wave potential زي ما قلنا قبل كده هو عبارة عن slow fluctuation في resting membrane potential. هو not a true action potential, لكن هو عبارة عن change في في resting membrane potential بتاع ال electrical activity. once ان بعد كده بيبتدي يحصل stimulus سواء كانت هرمونال سواء كانت نيوروجينيك سواء كان من stretch او distension, تبتدي يحصل on top of slow waves spike potential. اذا slow waves دي كانت قوية ووصلت للthreshold بتاعها يبتدي يحصل generation للspike potential. spike potential هو true action potential او بيسموه electrical response activity, وده اللي بعد كده بيبقى هو سبب او الجينيريتنج للبرستاليتيك موفمنت اللي بتحصل في الاستومك. السلو ويفز قلنا ان هي ليها فريكوانسي بيختلف في different parts of the GIT, فهلاقيها في الاستومك حوالي 3 waves per minute, في الديودينم بتبقى 12 waves per minute, في الجيجنم بتبقى 11 waves per minute, اما في الاليوم بتبقى 8 waves, وفي الريكتم بتبقى 17 waves per minute. ايه اهميه او ايه مميزات ان انا اعمل الالكتروجاستروجرام؟ هو نون انفيسيف لان احنا زي ما اتفقنا بنستخدم سيرفيس الكترودز, ايزي تو يوز, اند الجهاز نيد نو كاليبريشن. طريقة التسجيل بتاع الالكتروجاستروجرام اني اول حاجة بعمل preparation للpatient, والpreparation دي بتكون عبارة عن ان هو لازم يبقى fasting at least 6 hours before the test علشان انشور ان ما يبقاش فيه او يبقى فيه complete emptying للstomach. فانا في الاول بيبقى fasting تمام لمدة 6 ساعات من الفود, و drinking water is not allowed for at least 2 hours before the test. The patient should be alert and should not fall asleep during the procedure as gastric slow waves change during sleep. قبل التسجيل بنعمل removal لكل الميتال jewelry, كل اي ميتال هيبقى ممنوع, او يعني نبعد اي حاجة ممكن تكون ميتال لان هي بتأثر على الويفز اللي بتتسجل من الجهاز. السكن should be cleaned, if the skin is oily clean the electrode sites with
ووتر اند سوبر الكحول بفور ابريدنج، وبعد كده ابلاينج الجل فور ذا الكترودز. بالنسبه لي الاماكن اللي بحط بيها الالكترودز، انا عندي 3 ديسبوزابل كوتينيوس او سيرفيس الكترودز. بحط الفيرست الكترود في نقطه في النص between a line connecting the xiphoid process and the umbilicus. السكند الكترود بيبقى 5 سنتيمتر upward and to the patient 5 سنتي من الفيرست الكترود وفوقيه بحوالي 45 درجة، تمام. ويبقى على الليفت سايد. الجراوند الكترود هو اللي بيتحط على الرايت كوستال مارجن هوريزونتال تو ذا فيرست اكتيف الكترود. وباكد تاني ان هو الجراوند الكترود بيتحط على الرايت كوستال مارجن زي في الصورة كده بالظبط. انا عندي 3 الكترودز في الصورة. اول واحد اللي هو ما بين الزفويد بروسيس والامبلايكس، بختار نقطة في النص. التاني بيبقى 5 سنتي منه upward and to the left، والجراوند الكترود بيبقى على right costal margin. بعد كده ببتدي اعمل تسجيل للريكوردنج، والعيان should be completely relaxed. ووقت التسجيل زي ما قلنا ان احنا بناخد حوالي 30 minute period to ensure accurate measurement of gastric slow waves، تمام. ببتدي في الاول بالفاستنج ريكوردنج، يعني بسجل السلو ويفز دي during fasting زي ما اتفقنا. وبعد كده البيشنت يقعد و eats some food. The test meal should contain من 250 ل 400 كيلو كالوري with no more than 35% of fat، لان احنا اتفقنا ان الفات ممكن يعمل dysrhythmia او abnormal gastric motility اذا زاد عن 50%. الريكورد should be at least 10 minutes of continuous EGG data from the subject after eating and then click stop. يعني انا بستنى الاول علشان احصل على ميجر للجاستريك سلو ويفز في الفاستنج. بعد الفاستنج ياخد البيشنت بتاعي الميل بتاعته، واستنى 10 دقايق علشان اعمل الريكوردينج افتر فيدينج. What is the character of normal EGG؟ زي ما قلنا ان في الهيلثي سبجكت الريزم اوف ذا كونتراكشن بيبقى ريليتد للريزم بتاع السلو ويفز، فبيبقى حوالي 3 سايكلز بير مينيت. هل بيختلف بعد الفيدينج؟ بيختلف بعد الفيدينج من ناحيه ان لو والله لو كانت الميلز دي كانت سوليد، هبص الاقي ان الالكتريكال سيجنال زادت في الفريكوانسي يعني العدد، وزادت ان امبليتيود يعني الارتفاع بتاع الويفز بيزيد. الليكويد ميلز ممكن تقلل الفريكوانسي لكن بتزود الامبليتيود اوف ذا سلو ويف. زي ما اتفقنا برضو قبل كده ان اذا زادت كمية الفات في الميل عن 50%، هبص الاقي ان الشخص ده ماي يبقى عنده gastric dysrhythmia يعني abnormal motility patterns. This figure provide an illustration about the slow waves في الفاستنج وفي البوستبرانديال after feeding. هبص الاقي ان في الفاستنج العدد بتاعهم بيبقى في حوالي 3 بير مينت، والامبليتيود 250 مايكرو فولت. اما افتر فيدنج بوست برانديال، هبص الاقي ان الامبليتيود زاد وصل ل 500 مايكرو فولت، والعدد بتاعهم بي اكتر من 3 بير مينتس 3 بير مينت. الابنورمال ايه الابنورماليتيز اللي ممكن يسجلها لي او ممكن اشوفها او ممكن تو بي دايجنوز باي الاي جي جي؟ الابنورمال جاستريك مايو الكتريكال اكتيفيتي، اي مايو الكتريكال اكتيفيتي
abnormalities ممكن to be detected by the EGG. The gastric dysrhythmia, abnormal slow wave propagation, and electromechanical uncoupling. الجاستريك ديسريزميا اللي احنا هنقسمها الى برادي جاستريا اند تاكي جاستريا. برادي جاستريا هو عبارة عن decrease في rate of the electrical activity في الاستومك، بيبقى اقل من 2 cycles per minute for at least 1 minute. احنا قلنا قبل كده ان النورمال بيبقى at least 3 cycles per minute، فاذا قلت السايكلز دي او اذا قلت السلو ويفز عن 2 بير مينيت يبقى هقول ان ده برادي جاستريا. اما التاكي جاستريا هي انكريز في الريت اوف ذا الكتريكال اكتيفيتي في الاستومك اكتر من 4 سايكلز بير مينيت فور ات ليست 1 مينيت. This figure provides us with normal waves, tachygastria and bradygastria. تاكيجاستريا زي ما قلنا ان في زيادة في عدد السلو ويفز بقيت اكتر من 4، اما البرادي جاستريا قلت السلو ويفز بقيت اقل من 2 سايكلز فور ات ليست 1 مينيت. طيب ايه الانديكيشن؟ زي ما قلنا ان الابنورمال جاستريك موتيليتي او الديسريزميا بتبقى اسوشيتد مع بعض الديس اوردرز زي النوزيا، جاستروباريسيز، irritable bowel syndrome and functional dyspepsia. Thank you.